بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. معكم الأستاذ إبراهيم البكاوي، أستاذ التربية البدنية بمدينة بركان، مسؤول على مدرسة كرة القدم فريق النهضة الرياضية البركانية، وحكم دولي في رياضة الملاكمة. هنا كنتواجدو الحجر الصحي بمدينة لندن بإنجلترا، بعدما تعذر علينا الرجوع لأرض الوطن يوم 16 مارس 2020، بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، بعد المشاركة ديالنا في إقصائيات الأولمبية لرياضة الملاكمة بمدينة لندن. هنا كتواجدوا في الحجر الصحي من بين 4 ديال الجدران بإحدى الفنادق بمدينة لندن. هذه المدينة اللي فيها الوباء منتشر بواحد الشكل كبير، ولهذا بغيت نوصي إخواني وأصدقائي وأحبابي باش يبقاو في المنازل ديالهم، لأن الوباء هذه الفترة راه كما يقولوا في القمة ديالو، وباش يمكننا نقضيو عليه والبلاد ديالنا تخرج سليمة خاصنا نلتزموا البيوت ديالنا، التزم البيت ديالك إذا كانوا وليداتك عزاز عليك، إذا كانوا الآباء ديالك عاد باقيين في الحياة عزاز عليك وقف بيتك، من أجل دوك الناس اللي كيسهروا ليل ونهار لأجل السلامة ديالنا ككل، أطباء رجال الأمن المختلف المراتب ديالهم. بقى في دارك باش تنجي راسك وتنجي غيرك، لأن إلا تبلى شي واحد بهاد الوباء راه لا ينفعو، لا تنفع حتى شي حاجة. الصحة راه غالية، وآخر حاجة نقولها اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا عزيز يا جبار.